طيب ده فيديو اولاد سريع كده هنعدي فيه مع بعض على اسباب الديسليبيديميا. في الاول يا اولاد لازم ده دي صفحه كده اولاد موجوده عندكم في النظري، يعني الجدول ده هتلاقيه موجود عندك في كتاب النظري، هتلاقيه موجود عندكم يا اولاد صفحه 50 في كتاب النظري. ده طبعا بيوضح النورمال ليفل بتاع كل حاجه، لان المساله طبعا انت مش هتعرف تقول هايبر ولا هايبو غير ما تعرف النورمال. فالكوليسترول طبعا زي ما قلت لحضرتك من 140 زي ما قلنا الفيديو اللي فات ل 200، اقصى حاجه 200. الترايجليسرايد برضو باخرها لحد 160، يعني يعتبر رقم قريب من الايه برضو في نفس رينج الكوليسترول يعني. خلاص بقيه الحاجات دي يعني مش عايزينها قوي يا اولاد، ما هتفرقش معانا بصراحه، هو الكوليسترول والترايجليسرايد اللي مطلوبين مننا في العمل. طيب هتلاقي بقيه صفحه 50 من تحت اللي هي اسباب الديسليبيديميا، او ايه يا اولاد اللي ممكن يغير نسبه الكوليسترول في الدم. هو موجود عندنا في العملي على شكل جدول اللي هو ده كده يا اولاد، تمام؟ فاحنا واحده واحده كده مع بعض هنبص عليهم، هم 5 انواع، نشوف كل واحد يا اولاد، او تايب 1 تايب 2 تايب 2 في A و B، وفي تايب 3 وتايب 4 وتايب ايه 5. هنبدا نشوف كل واحد يا اولاد ايه التغيرات اللي بتحصل فيه عشان ايه نفهم الكلام المكتوب ده، وبعدين بعديها هتلاقي في الصفحه اللي بعدها السكندري كوزس برضه هنتكلم عنه. طيب احنا هنمشي مع اولاد طيب من اول واحد لحد 5 نفهم كده كل واحد ايه المشاكل اللي بتحصل فيه عشان نقدر نتخيل ايه التغيرات. يعني الجدول ده اولاد اول مره ينزل في العملي، ممكن بقى الدكتوره تجيبه لكم ولا حاجه، وسواء تجيب لك المتغيرات دي وتقول لك قول ده نوع 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، او تجيب لك اي واحد فيهم وتقول لك ايه التغيرات اللي احنا ممكن نلاقيها فيه. فاحنا مش هنفهم التغيرات اللي هتحصل الا لو عرفنا ايه سبب المرض اصلا. دلوقتي يا اولاد احنا عندنا زي ما انتوا واخدين في النظري حاجه اسمها كايلو مايكرون، ببساطه يعني عشان اللي ما ذاكرهاش قوي، الكايلو مايكرون يا اولاد او برضو الفي ال دي ال، الاثنين دول بالذات دول بيحتووا داخلهم زي ما حضرتك شايف كده على تاج دهون تراي اسايل جليسرول، كويس؟ تبقى من جواها دهون ومن براها كده ايه بروتين زي ما حضرتك شايف، تمام؟ عندنا حاجات تانية زي ال LDL وال HDL، الاتنين دول بالذات يا ولاد ما بيشيلوش جواهم، هما جواهم ترايجلسايد وكل حاجة، بس النسبة الأكبر جواهم بتبقى كوليسترول، خلاص؟ يبقى احنا عندنا التاج موجودة في الكايلو مايكرون وفي ال VLDL، لكن الكوليسترول موجود في ال LDL وال HDL، خلاص كده؟ تمام. المفروض يا ولاد ان الكايلو مايكرون والفي ال دي ال دول يعني انتوا عارفين بقى من نظري كل واحد بيخرج منين، مش موضوعنا دلوقتي، بيفضل يا ولاد ماشي في البلاط سواء ده او ده لحد زي ما حضرتك شايف كده ما يروح عند التيشوز الانسجه، موجود عليها انزيم يا ولاد اسمه لايبو بروتين لايبيز، اتفقنا كده؟ الانزيم ده يا ولاد ايه وظيفته؟ وظيفته ان هو بيعمل ديجراديشن او بيكسر التاج دي، ده طبيعي بيحصل فينا كلنا، تقوم التراي اسايل جليسرول دي تتكسر والانسجه تاخدها تبدا ايه تستهلكها، اتفقنا كده؟ طيب تايب 1 بقى يا ولاد بيحصل فيه ديفيشنسي في ده في اللايبو بروتين لايبيز. طيب لما اللايبو بروتين لايبيز ده يا ولاد يبقى مش موجود، واحد مولود ما عندوش الانزيم ده، الكايلو مايكرون والفي ال دي اللي هتفضل ماشيه بالتراي جليسرايد بتاعتها في البلاد، بس ايه مفيش حد يكسرها صح، فتبدا مش هتتكسر فتبدا نسبتها في الدم ايه تزيد. طيب هل ال ال دي ال وال اتش دي ال جواهم تراي جليسرايد؟ اه جواهم بس بنسبه ما هياش كبيره يعني، خلاص فمش هيتاثروا في المرض ده، اللي هيتاثر في المرض ده هو الكايلو مايكرون والفي ال دي ال، لان هم دول اللي جواهم ايه تراي اسايل جليسرول، صح ولا لا؟ تمام. يبقى تعالى كده نبص على تايب 1 مكتوب عندي ايه اهو، إيه انت بس تفهم سبب كل مرض عشان تقدر تفهم الحاجات المكتوبه تحت. بيقول لي الايه كايلو اللي هيزيد الكايلو مايكرون هتزيد. طب التوتال كوليسترول بيقول لي نورمال او انكريزد، هو ممكن يكون نورمال لان المرض مش قصته اصلا الكوليسترول، يعني المشكله مش مشكله كوليسترول، ده مشكله ترايجلسرايد، حتى بص ترايجلسرايد انكريزد جامد، يعني شرطتين اهو يبقى انكريزد. طب ال ال دي ال وال اتش دي ال ممكن تبقى نورمال او تقل، يعني خلي بالك ممكن تبقى ايه نورمال، فانت خليك اكتر مع ان هي ايه نورمال، يبقى الكوليسترول نورمال وال ال دي ال وال اتش دي ال نورمال، لكن الحاجه اللي هتزيد هي مين؟ تعال نعلم عليها بقى عشان ناخد بالنا كده منها. اي يعني ممكن نقوم جايين على اللايبو بروتين نعلم كده على الكايلو مايكرون ونعلم على الترايجلسرايد عشان نفهم ان هم دول اللي ايه اللي زادوا، لكن بقيه الحاجات نورمال ما اتغيرتش، خلاص؟ طيب تعال نشوف تايب 2. طيب الجزء يا اولاد التاني اللي هو تايب 2 ديسليبيديميا، وده متقسم 1 و2. تايب 1 يا اولاد تايب 2 زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات واحنا بنشرح اسباب الهايبر كوليستريميا، تايب 2 ايه ده؟ بيبقى سببه زي ما حضرتك شايف كده ال دي ال ريسبتور ايه ديفكت، يعني بيبقى فيه مشكله في ال دي ال ريسبتور، الجين بتاعها بيبقى فيه ميوتيشن بيبقى باظ يعني، فالريسبتورز دي ما بتتكونش.
فده ال LDL اللي هو موجود في الدم وبيحمل الكوليسترول، المفروض ان هو بيحصل له ابتيك بالليفر وبالتيشوز، فلو الريسبتور دي مش موجوده محدش هيعمل ابتيك لل LDL، فتبدا نسبه ال LDL في الدم ايه تزيد، وده يعمل لي اولاد طبعا هايبر كوليستروليميا. خلاص يا اولاد، طبعا لو حد قال لي المرض ده ايه التايب 2 ايه، ايه الحاجه الزياده فيه؟ زي ما انت شايف كده الكوليسترول هي دي الحاجه الزياده اللي فيه، لان المشكله اساسا في الكوليسترول. خلاص طيب، تايب 2 بي بقى بالمره عشان نقرا الاثنين مره واحده، بيبقى بقى فيه مشكلتين يا اولاد. بيبقى رقم واحد عنده مشكله في ال LDL ريسبتور، عددها بيبقى قليل شويه، يبقى ده ايه شبه 2 ايه، شبه بالظبط النوع اللي فات، بس بيبقى فيه حاجه زياده يا اولاد. ال VLDL بيبقى على سطحه حاجه اسمها ابو بي، البروتين ده ولاد تكوينه بيبقى زيادة شوية، فمعنى كده ان تكوين مين هيبقى زيادة؟ ال VLDL اللي بيبقى زيادة، يبقى المرض ده فيه مشكلتين، لكن 2A كان فيه مشكلة واحدة بس. عشان كده ولاد المرض ده بيقولوا عليه ايه لو تاخدوا بالكوا كده؟ ميكسد ديسليبيديميا. ليه بيقولوا عليه كده؟ عشان بيبقى فيه حاجتين مش حاجة واحدة اللي زيادة، بيبقى فيه كوليسترول زيادة طبعا بسبب ان ال LDL الريسبتورز بتاعته مش بتتكون كويس، فكده ال LDL هيزيد في الدم، وزي ما احنا قايلين ال LDL ده بيبقى مليان ايه كوليسترول. دي الحاجه الاولانيه. طب الحاجه التانيه ان ال VLDL تكوينه بيزيد بسبب ان البروتين الموجود على سطحه الليفر بيكونه بزياده، يبقى ال VLDL هي كمان هتزيد، وزي ما قلت لكم من شويه ان ال VLDL دي مليانه تراي اسايل جليسرول، يبقى كمان تراي اسايل جليسرول ايه هتزيد. يبقى احنا عندنا حاجتين زياده، عندنا الكوليسترول زياده وعندنا تراي اسايل جليسرول كمان ايه زياده، دول المشكلتين موجودين. طيب تعالى كده نقرا بقى اهو تايب 2 ايه، تعال نبص عليه الاول اهو 2 ايه اللي هو اول واحد ده، ايه الحاجه الزياده اللي فيه؟ بص حضرتك نعلم بقى اهو ال LDL اهو زياده، بدي اول حاجه. طيب ايه كمان؟ الكوليسترول زياده، دي المشكله الاساسيه اللي فيه. لكن الناحيه الثانيه بقى تراي جليسرايد نورمال، ال LDL زايد، عشان هو ده اصلا مش احنا لسه قايلين كده يا اولاد اهو، ال LDL ده هو ده اللي بيبقى فيه الكوليسترول، فالريسبتورز بتاعته مش موجوده فيبدا نسبته تزيد. خلاص ده في ال 2A. لكن ال 2B بص بقى لو انت شاطر هتلاقي حاجتين، اكتب عليه ميكسد كده زي ما قلنا، حاجتين مش حاجه واحده اللي زياده، ال LDL وال VLDL. ال LDL فيه كوليسترول وال VLDL فيها تاج، يبقى الحاجتين زياده. بص تلاقي كاتب لك التوتال كوليسترول زياده، التاج اللي هي الترايجلسرايد زياده برضه. خلاص؟ وال LDL زيادة، الحاجة الوحيدة اللي مش بتتأثر اللي هي ال HDL، لأن ده أصلا بيتخلص من الكوليسترول، فده يعني ما يهمناش أوي. طيب تعال نشوف بقى التلات أنواع اللي باقيين. طيب رقم ثلاثة ده بقى أولاد بيبقى فيه مشكلة أو ديفكت في الإنتاج بتاع حاجة اسمها أبو إي 2، زي ما انتوا واخدين في النظر يا أولاد بيبقى عندنا ال VLDL، وبعدين لما بنكسر التراي أسايل جليسرول الموجودة فيه تحول لحاجة اسمها IDL، وال IDL بعد كده بيتحول إلى LDL. كويس؟ طيب دلوقتي يا اولاد لو انا حصل عندي ديفكت في الابو اي 2 يعني البروتين ده ما بيتكونش كويس، مين اللي نسبته هتبدا تزيد؟ الاي دي ال. كويس تمام. طيب تعالى كده نبص عليها، تلاقي مكتوب عندك اهو الاي دي ال هي الانترميديت دنسيتي لايبو بروتين، هو ده اللي بيزيد. طبعا الاي دي ال ده يا اولاد بيبقى جواه كوليسترول وبيبقى جواه برضو تراي اسايل جليسرول باقي فيه لسه، فعشان كده طالما ده زاد يبقى الحاجتين اللي جواه هيزيدوا اللي هم الكوليسترول والتراي اسايل جليسرول، لكن ال LDL وال HDL محدش قرب لهم فتبقى نسبتهم طبيعي. طيب رقم ثلاثة، رقم أربعة وخمسة دول برضو سهلين. الليفر يا أولاد المفروض إن هو بينتج ال VLDL ده بمعدل معين، ففي رقم أربعة بيبقى فيه مشكلة في الإنتاج بتاع ال VLDL بيبقى زيادة، يعني الليفر مثلا من أولاد بدل ما بيكون أربع خمس جزيئات VLDL في اليوم بيكون 40 50 جزيء. طبعا ال VLDL زي ما قلنا من شوية بيبقى مليان تراي اسايل جليسرول، يبقى كده نسبة التراي اسايل جليسرول في الدم هتزيد. تعال نبص كده اهو الحاجه الزياده هي ال VLDL، ونيجي نبص كده في المتغيرات هنلاقي الحاجه الزياده هي الايه تراي جليسرايد، لكن الكوليسترول ما حدش قرب له ولا ال LDL ولا ال HDL، فالباقي دول ايه نورمال. خلاص طيب اخر نوع يا ولاد اللي هو تايب 5 ده بيبقى فيه مشكلتين، بيبقى زي رقم أربعة بيبقى فيه مشكلة في البرودكشن بتاع ال VLDL بيبقى زيادة، ده رقم واحد. رقم اتنين زي تايب 1 بيبقى فيه ديفكت أو نقص في تكوين اللايبو بروتين لايبيز، فالنوع ده يا ولاد بيبقى فيه زيادة في ال VLDL لأن الليفر بينتجه بزيادة، ده رقم واحد. والحاجة التانية بيبقى برضو فيه زيادة في مين؟ في الكايلو مايكرون، لأن أنا مش عارف أخلص من الدهون الموجودة جواها، اللايبو بروتين لايبيز بيبقى ديفيشنت. تمام، يبقى برضو الحاجتين اللي هيبقوا زياده هم ال VLDL والكايلو مايكرون، وفهمنا ليه هم بيبقوا زياده. طبعا دول مليانين تاج تراي اسايل جليسرول يبقى نسبتهم زياده، لكن الكوليسترول نورمال وال LDL وال HDL بيبقوا نورمال. خلاص
بلاش نورمال اور ديكريز دي عشان ما تلخبطش نفسك. نورمال يعني اعرف الحاجة اللي بتزيد ماشي والتانية تبقى نورمال. خلاص يا ولاد اتفقنا كده على الكلام ده؟ طيب تعالى برضو نعدي على دول كده بسرعة. طبعا السكندري كوزز دي يا ولاد احنا قلنا منها اسباب واحنا بنشرح في الهايبر كوليستيروليميا اللي قلناها الفيديو اللي فات. في بس حاجتين عايز انبه حضرتك عليهم، النيفروتيك سندروم يا اولاد ده مرض انتوا خدتوه وسمعنا عنه حتى واحنا بنشرح الالكتروفوريسيس في البلاد، بيبقى فيه مشكله يا اولاد في الاكسكريشن بتاع البروتين، بيرموا الالبومين في اليورين. وجدوا يا اولاد فور ان اكسبليند كوز، يعني الله اعلم ايه السبب، ان الليفر البرودكشن بتاع الكوليسترول فيه بيزيد، يعني نسبه الكوليسترول بتبقى زياده في العيانين بتوع النيفروتيك سندروم وما يعرفوش ايه السبب في الحكايه دي. برضه اولاد الثايزايد دايروتيك ده هتاخدوه ان شاء الله في الفارما وهتاخدوه برضه في الفسيولوجي ممكن. ده نوع من انواع الدايوريتيك مدرات البول. الثايزايد يا اولاد من اسمه دايما انا دايما بفكره للشباب بقول لهم سيزيد، الثايزايد ده بيزود بعض الحاجات، بيرفع نسبه الكالسيوم في الدم يا اولاد ولقوا ان هو ممكن يعمل حصوات وكده. الحاجه برضه الثانيه لقوه بيزود نسبه الجلوكوز في الدم، ممكن يعمل دايابيتس. الجلوكوز يا ولاد الزياده هتعرفوا ان شاء الله في سنه تانية، او الناس عارفه كلها ان اللي بياكل سكر كتير السكريات الزياده بتتحول لدهون، فطالما السايزايد بتزود التراي اسيل جليسرول فلو برضو ان هي ممكن نسبه الجلوكوز سوري فممكن تزود نسبه التراي اسيل جليسرول. الكرونيك رينال فيلير برضو يعني ايه لقوها بتزود نسبه التراي اسيل جليسرول. خلاص وبقيه الاسباب شبه اللي قلناه واحنا بنشرح في الاسباب بتاعه الهايبر كوليسترول. خلاص كده يا اولاد تقريبا مفيش حاجه احنا سايبينها، وده كل جزء العملي. برضو عشان ناس كتيره قعدوا يعملوا كومنتات وبعتوا لي رسائل على موضوع الداتا، انتوا كتاب العمل يا اولاد ده المصدر بتاع الداتا اللي انتوا هتذاكروا منه، محدش يقول لي نزل لنا داتا عشان ما يحصلش لخبطه، انتوا عندكم كتاب عملي ذاكروا منه العمل. خلاص